اسمي ريجيسا حاتم، عمري 18 سنة وشراكة بالياب كومبيتيشن مع بنك اوف بيروت. من سنتين وقعت من الحصان وانكسرت خرزة من رقبتي، هيدا خلاني ما اقدر اسكن كليا من الرقبة ونزول. الحكمة بلبنان ما كانوا كتير بوزيتيف وقالوا لأهلي انه ما رح ارجع امشي كليا، فاضطريت روح على امريكا تتعالج، وهونيك كمان الحكم ما كانوا كتير بوزيتيف، بس فرجيتن انه في ارجع امشي ورجعت لحياة طبيعية. من بعد ما رجعت بلبنان طلبت من المؤسسة تبع اهلي يفتحوا صند بلبنان يقدروا يتعالجوا الاولاد بلبنان بلا ما يسافروا على امريكا. رح يتطور هيدا الصند ورح يكون فيه الاكوا ثيرابي. شيء كتير مهم للبنان لأنه بتشجع الشباب اللبنانية to achieve something important for them مهما كان يكون البروجيكت تبعهم، و it pushes them to the limit of themselves. Vote for me!